ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي حلقتنا. البقاء لله في بنعزي اسره الشعب المصري في وفاه الفقيد الفريق محمد العصار، ربنا يا رب يرحمه. راجل كان راجل حرب وراجل سلام وراجل كافح على مدار عقود كتيره من اجل الدفاع عن الاراضي المصريه من خلال حروب كتير هو خاضها. ان شاء الله يا رب نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يلهم اهله الصبر والسلوان والبقاء لله. هنرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. امتدادا للحلقه اللي فاتت احنا كنا بنتكلم مع الدكتور احمد فوزي صبر استشاري الصحه النفسيه وعلاج الادمان عن الفصام الذهاني. النهارده بنرحب بيك يا دكتور مره تانية. حبيبي الله يزيك. اهلا بحضرتك، شرفتني. الله يبارك فيك. هنتكلم النهارده برضو امتدادا للموضوع، وهنتكلم دكتور يعني في بدايه امتى احس ان انا محتاج دكتور نفساني؟ حلو، بدايه السؤال جميل. طيب احس ان انا محتاج للدكتور لما حياتي ما تبقاش ماشيه بالشكل اللي انا عايزه. لما الطموحات والاهداف اللي انا بحطها فجاه ما اعرفش احققها. لما الاقي حياتي ماشيه من غير هدف، لما الاقي نفسي بدات ازعل كتير واحزن كتير وبدا يتملكني خوف او يتملكني تشاؤم، لما تصحى من النوم تحس ان الحياه كلها متدربكه ما انتش فاهم هو في ايه بقى، لما تحس ان عمرك اللي فات ضاع وفي حاجات كتير قوي كانت غلط، يبقى لازم اقف وقفه مع نفسي واقول هو في ايه. هنا تخصص الدكتور النفسي كويس، عشان الناس بس دايما تقول لك ايه انا اروح للدكتور ليه، هو انا مجنون؟ لا، هو مش بتاع مجانين، هو بتاع تظبيط حياتك، تخصصه كل ما يعوق حياتك. تمام. ازاي تعيش سعيد ده دوري، وازاي تحقق طموحاتك ده دوري، وازاي تاخد قرارات صعبه ممكن تكون واقف نفسك تاخدها ومش قادر. يعني في ناس بتبقى واقفه اتجوز ولا ما اتجوزش، قدامه قرار مصيري هيحول حياته، ادخل الجامعه دي ولا الجامعه دي، الاسره عايزاني اطلع حاجه وانا عايز حاجه تانية، قرار لازم تاخده صح. ده دور المستشار النفسي اللي بتستشيره في امورك وفي كل ما يخص نفسك. كويس جدا حبيبي. طيب المره اللي فاتت احنا وقفنا عن الفرق ما بين المريض النفسي والمريض العقلي. تمام، صح كده؟ حصل. طيب النهارده هنقول بقى، احنا المره فاتت لما اتكلمنا قلنا ان الفصام او المرضى العقلي كانت للناس يعني بنقول لهم زي مفاجاه كده، هي مش مفاجاه، هم المرضى اللي عارفين بيبقوا مدركين ده ان يشفى تماما. تمام، يعني مفيش حاجه اسمها الراجل المريض العقلي لا يشفى. بس احنا عايزين نوضح لهم حاجه، لان كان في بعض اسئله جت اللي هي ايه هي سماته، اعرف منين ان انا مريض عقلي، يعني ده بدايته بتبقى شكلها ايه. بدايه المرض العقلي عشان تبقى عارف، هو شخص كويس جدا كان قاعد وسطينا عايش حياته زي الفل، ممكن يبقى وظيفه كمان مرموقه في المجتمع. تمام كده كويس، او وظيفه مهمه يعني بتحتاج عقله كويس قوي. يعني هو معنى كده ان المرض ده ملهوش علاقه بالمزاج العام للانسان يعني؟ لا لا خالص، هو بيبقى واحد قاعد حياته طبيعيه جدا، كل اسرته شايفاه انسان عادي. ويعني ويشكروا لك فيه، وكان متفوق وكان متدين وكان كذا وكان كذا، يعني كان محقق نجاحات حلوه جدا. فجاه هذا الشخص تحول الى شخصيه شكاكه، بقى قاعد بيشك في حاجات كتير، وفي الاول ما بيبانش انها شك كمان، لكن هي فعليا شك. يعني قاعد لقى اتنين بيضحكوا فيقول لك الاتنين دول بيضحكوا عليا. قاعد في مكانه في ناس بتهمس مع بعض، يعني بيتكلموا بصوت واطي مش مسموع، هو متاكد ان الحوار ده عليه. طول الوقت حاسس ان زمايله في الشغل بيكرهوه وبيتمنوا له الشر، طول الوقت حاسس ان الناس بتضطهده ومش حباه. دي بدايه المرض، ده بيسموه الفصام البسيط. طيب بعد شويه يزيد درجه، يتحول الى فصام متوسط. ايه الفصام المتوسط او الفصام الشديد بقى؟ يبدا يحس ان الناس بدات بقى تبص عليه في كل حاجه، لدرجه انهم بقوا مراقبينه في حركاته، مراقبينه في كل مكان، لدرجه انه مش عارف يتصرف بحريته. احيانا يشك ان طول ما هو قاعد يبص فوق كده، هو المكان ده فيه كاميرات؟ انتوا حاطين لي كاميرات مراقبه؟ هو هنا فيه كاميرات؟ انتوا بتحطوا لي كاميرات مراقبه ولا ايه؟ ويبدا يحس انه بيتراقب جدا. شويه بقى الامر يكبر، يزيد درجه، كل ده الاسره شايفه انه عادي، لسه ما فيش عندهم مشكله. بيتعاملوا معاه لان خلاص ما حصلش حاجه. يبدا يدخل يشعر ان الكاميرات دي في البيت. فتخيل واحد متراقب جوه بيته، فيشعر طبعا بعدم القدره على انه يغير هدومه، انه يقعد بلبس براحته. الكاميرات ممكن تدخل معاه في يعني في التويليت، فما يقدرش يدخل ياخد شاور، مش عارف يعمل ده. ممكن لدرجه بتوصل في بعض الاحيان ان المرضى قالوا احنا بناخد شاور بهدومنا لان ما اقدرش اقلع انا متصور. او بيطفي النور دايما، يعني ياخد الشاور بالليل جدا وطفي النور عشان ما حدش يبقى شايف حاجه خالص، بيعيش مأساة حقيقيه. طيب يتطور درجه اعلى من كده،
طبعا الاسره كل ده بتحاول تتغاضى ومش عايزه تقول ان في مشكله. يعني هو ممكن المرض يوصل لمراحل متاخره والناس شايفاه عادي. دايما عندنا تبرير، دايما كل اللي حواليك ما بيحبوش يشوفوك في دايره المريض. فدايما يبرروا لك افعالك. تمام؟ او يطمنوك وخلاص الموضوع عدى. وخصوصا ان انا قلت حاجه، الجزء ده ما بيعوقش ان انا ناجح في حاجات تانية، فبالتالي طالما قدامكم ناجح ومتكلم كويس وبشتغل كويس يبقى هو زي الفل. انتوا ليه عايزينه تطلعوا عيان؟ ده حضرتك ده تمام، هو مش مجنون. انا قلتش مجنون خالص، قلت في بعض الاشياء مش منطقيه. ركزوا قوي في الحته دي، بعض بقيت دماغه شغاله احسن مني. يعني حضرتك بتكلم دلوقتي ده الجزء المنفصم. ايوه بالظبط. الجزء اللي فيه المشكله انفصل عن الواقع، والجزء الباقي شغال كويس جدا. لو احنا بنساله، هو محاسب مثلا، وبساله في عمليات حسابيه دقيقه يعملها لي كويس قوي. لو هو راجل بتاع كمبيوتر ومتخصص هيعمل لي برامج كمبيوتر انا ما اقدرش اتحمل القدره دي، ايه الذكاء ده؟ بس في الجزئيه الثانيه مريض. ثم يتطور الامر بعد ذلك لهلاوس سمعيه وهلاوس بصريه، بقى يشوف حاجات ويشوف ناس بتكلمه ويشوف حاجات بتتقرب منه وسامع اصوات بتتكلم معاه فعليا، فبيضطر يرد، فنلاقيه بدا يكلم نفسه. احيانا بقى يتطور الامر لاشياء اللي هو تلاقيه بيقول لك انا المهدي المنتظر ووكل الي رساله. ويبدا يتكلم عن الرساله دي وعايز يدعو الناس. يبدا يتكلم انا مثلا اي شخصيه تاريخيه، انا رئيس الجمهوريه. ويبدا عايز ينزل يفهم الناس بقى الدوله هتمشي ازاي، ويبدا ينزل ويروح لاسامي الشرطه. ويدخل الاسم ويقول لهم انا خلاص بقيت رئيس الجمهوريه. بتحصل كوارث طبعا. هنا بقى الدرجه الكبيره اللي هي بيسموها طبعا فصام شديد بقى. تحول هنا البارانويد اللي هو دخل في فكره تقمص شخصيه، مش تقمصها يعني، هو ظنن في نفسه ان هو صاحب هذه الشخصيه ويتعامل على اساسها. طب هو امتى في انهي مرحله نقدر نلحقه؟ كل المراحل. يعني حتى في المرحله الاخيره دي يتلحق؟ في كل المراحل بيتلحق، بس هي الفكره كل ما يجي بدري افضل عشان مده العلاج ما تطولش. وفي نفس الوقت كل ما الاسره تاخد قرار، هي الصعوبه هنا في ايه؟ ان هو مش هيقتنع انه مريض في اللحظه دي او في التشخيص بتاعنا ده. المريض ده ما بيبقاش شايف ان هو مريض. فهنا بقول للاسره اتفضلوا انتوا روحوا للدكتور واحكوا له، مش هو اللي هياخد القرار. يعني في المريض النفسي، عشان دي كانت حته فارقه حلوه، المريض النفسي هو اللي هيروح. انا تعبان، انا عندي قلق، انا عندي وسواس، انا مكتئب شويه، هروح للدكتور واقعد اشرح له حالتي. ويقول لي خد مثلا علاج فلاني، تعال اعمل معانا جلسات نفسيه، تعال نعمل كذا، خلاص تمام. وبرتاح وببقى مبسوط، وبقى كل مره بقول له على فكره ده انا فرقت جدا عن المره اللي فاتت، ويبقى الامر لطيف. لكن وانا بتكلم عن المريض العقلي، لا هو مش هيجي. وما تتوقعش انه يجي ابدا. ده يعني لو جه ده يبقى اعجاز الحمد لله. ما بيروحش اصلا مش مقتنع. وممكن يجي لو هو صغير واسرته تقدر تضغط عليه، يعني هو مثلا ابنهم والاب موجود والام وفي قوه يقدر يسيطروا عليه، فهيجيبوه بقى تعالى، بس هو جاي مش مقتنع. يعني هو داخل قاعد معاكم وبتاع، الناس دي بتقول اسمك منهم، انا مهدي بجد مش بهزر وبتاع. فاهمني؟ او يبقى متقمص دور الانبياء وبتاع، معاه رساله. انا في شخص دخل لي يعني كتب حاجات مجلدات، يعني خدت منه اعمار سنين بيكتب، وكاتب فعلا وعمال يطلع من الكتب ويكتب، ده بتاعه هو، ده رسالته السماويه وكاتبها بايده. طبعا انتوا سايبينه يقعد يكتب بقاله كام سنه عشان تيجوا لحد الدكتور؟ سابوه السنين دي كلها؟ اصل طول ما هو قاعد بيكتب ما كانش مداوم في حاجه، طول الوقت قاعد جوه عمال يكتب ويجيب ورق ويكتب ويجيب ورق ويكتب. حياته وقفت، ما بيشتغلش، بطل ينزل يشتغل، بطل يروح في حاجه. طبعا كان متجوز وانفصل، ما بيقربش من زوجته خالص، ملوش علاقه بيها، سابها وانعزل. فدي بتبقى حته مهمه جدا. في نقطة كمان مهمة أوي برضه بمناسبة العزل دي، إن عندنا نوع من الفصام اسمه فصام سلبي. سلبي؟ يعني ما خدش بقى كيرف إن أنا المهدي وأنا كذا، لا خالص خالص. والراجل ولا ظهر بقى ولا بيقول لهم بشك في حد ولا ما بشكش في حد. انعزل مع نفسه. هو فجأة ساب العالم كله وقعد في أوضته. ساب دراسته، ساب شغله، ساب زوجته، ساب بيته، ساب أهله، ساب أصحابه، ساب رياضته، وقعد في أوضته. وما كانش بيشرب سجاير، بدأ يشرب، وما بقاش بيعمل حاجة في حياته غير ان سجارة في سجارة بس. تمام. وقاعد في اوضته ما بيعملش حاجة. ناخد تليفون. اتفضل معانا مها من القاهرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك ممكن اسأل الدكتور سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه. انا اخويا بدأت تظهر عنده أعراض من فترة، بدأت تزيد جدا دلوقتي، هو بيشك في كل اللي حواليه وحاسس إن كلنا عايزين نأذيه، بدأ يخاف ياكل فعلا حتى في البيت، وبدأ إحنا حاسين إن هو بيكلم ناس فعلا مش موجودة، ويعني كل شوية يقول لأ ده في حد بيقول لي كذا وحد بيقول لي كذا، بس المشكلة إن هو مش مقتنع إن هو يروح لدكتور،
يعني مقتنع ان احنا المرضى هو كويس جدا ما عندوش مشكله، ودايما طول الوقت بيزعق وبيتخانق معانا في البيت، فاحنا نقنعه ازاي ان هو مريض ولازم يروح الدكتور؟ طيب هجاوب حضرتك وحلو السؤال ده وتركزي معانا بقى. شكرا ليكي. طبعا انا عشان اقنع هو طبعا في هنا وصل لدرجه اعلى شويه، ليه؟ لانه بدا يشك ان الاسره ممكن تحط له حاجه في الاكل فمش عايز ياكل معاهم. يعني الحته دي فارقه جدا. هنا مش بس بشك فيكوا، ده انا شاكك فيكوا وشاكك في الاكل اللي بتقدموه لي وشاكك في الشرب اللي بتحطوه لي، وانتوا كلكم بتتامروا عليا فقد يكون ده فيه سم. فبالتالي وصل لمرحله انه ما بياكلش في بيته. دي برضو الدرجات اللي بنتكلم عنها. هنا اعلى درجات الشك. طيب هنعمل ايه مع مريض زي ده وازاي نقنعه؟ ازاي نقنعه دي؟ لو هو اقتنع يبقى خف. لو اقتنع يبقى خلاص، يبقى ما تجوش. ده المفتاح. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنروح للدكتور وبنقعد معاه، بيبدا يشوف درجه المرض وصل لانهي درجه كده كويس، سن المريض كام سنه، الجين الوراثي في العيله من مين، ما فيش شجره عيله، مش شرط انتوا خالص، الاسره زي الفل. بس الجد والجده والعم والخال والخاله والجينات الوراثيه، طب ما عندناش حد عامل زيه، ما ممكن ما يكونش الجين نفس الصوره. فنبدا نشوف التطور الجيني للحاله عامل ازاي عشان نحدد بالظبط نوع الطريقه اللي هتمشي معاه. كويس. في بعض المرضى بتحتاج لمصحه، وهنا هقول حته مهمه جدا، المستشفيات النفسيه مش كلها زي بعض. عشان يقول لك احنا دخلنا مريض مستشفى وخرج وبتاع لا، في مستشفيات بتبهدل المرضى. صحيح. هنا متوقف على طبيعه البرنامج اللي هياخده وطبيعه المكان المحترم اللي هيخشه. بالظبط. مش اي مكان وخلاص، في اماكن بتدخل المريض ما ياخدش مده علاجيه. القصه دي عليها عامل مهم جدا. اللي هي دي رقم واحد في العوامل. لان انا ببدا بحاجه مكان موثوق فيه بيطبق برنامج محترم، ناس بتشتغل علاج نفسي صح وعلاج دوائي صح، فيطلع المريض متعافي. تمام. يطلع والاسره بتشكر فيكوا في المكان جدا، مش بيبقوا يدخلوا مره واثنين وثلاثه والدواء يقعوا فلوسهم على الفاضي وفي الاخر ما لقوش نتيجه. تمام. فيعني انا بقول لها تتوجه طبعا لاقرب دكتور نفسي تثق فيه، وفي نفس الوقت تقعد تفهم برنامج كويس قوي، لانه هيشرح لها ايه هو المرض وايه هو برنامج العلاج ليه. ناخد مها تاني. تاني. بس من اسكندريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. وديت نشكر قناه الصحه والجمال ونشكر حضرتك يا فندم والدكتور. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم. على البرنامج الجميل ده. اهلا بيكي. اتفضلي. دلوقتي يا دكتور انا اعرف ابن صاحبتي، يعني عايزه اعرف ابن صاحبتي كان بيتكلم بصوت هبط تعبان، وكان دكتور عنده حالته كده ان هو برضه بيتكلم كتير، بس هو كان تعبان هو شاطر جدا. بس يا دكتور هو انا بحاول اسمعك دلوقتي لان التلفزيون وراكي عامل صوت فضا جامد قوي، استاذنك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. وانا معاك لحد ما قلت لي تعبان، ده اللي انا قدرت اجمعه من القصه. دلوقتي يا دكتور هو كويس وبيتكلم وذكي جدا. تمام. هو كويس وذكي جدا وشاطر، ويعني اي حاجه تتهيأ له يعملها وكل حاجه ما شاء الله. يعني ده هو متجوز دلوقتي، بس كان يعمل ايه؟ بس تلاقيه بيتكلم كده ويفكر ان ده حد بيتكلم عليه. وبعد كده انت طبعا بشكر حضرتك لان حضرتك دكتور بصراحه، يعني قلت حاجات ياما من اللي هو عنده. تمام. وقف على الترابيزه مرة الاول بيشك ان حد حاطط له حاجه في الاكل. تمام. وان حتى ما يتكلم يبقى حد بيتكلم عليه. وبعد كده حضرتك قلت حاجه كويسه جدا، المنتظر المعده المنتظر. وقف على الترابيزه وبعدين قال ان انا المعدة منتظر. عزك الله. انا عارف طبعا الامر صعب جدا واحنا بنتكلم عن ابنك، يعني ان شاء الله تتحل. بس افتكري ان انا قلت لك ان في شفاء تام بامر الله عشان يبقى فيه بشرى، ياب بس ما تبقيش واخده الموضوع وزعلانه، يعني ان شاء الله يشفى شفاء تام ويبقى احسن مننا كلنا. طيب حضرتك بس هتسمعي الاجابه من دكتور احمد وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. شكرا ليكي. تاثر الاسر، يعني انا بقول لهم الاسر طبعا لما يبقى عندها ابن وتشوفه في الحاله دي بتزعل، بس والله يا جماعه الحمد لله احنا غير زمان، زمان ما كانش فيه علاج. فاحنا النهارده الامر مختلف تماما، فده من الحاجات اللي بنقول الحمد لله وفضل الله علينا، من الله علينا بان في علاج قوي، في علاج نفسي، في علاج سلوكي، في علاج معرفي هيرجع تاني يعوض كل اللي فاته. ده احنا ما بنخليش المريض حتى في فتره المرض دي بنخليه يعوضها بالمهارات الاجتماعيه اللي بنعلمها له. بس في جزئيه مهمه عايز اقولها، المريض اللي في عيلته جين وراثي
وليكن مريض قلق، يعني عيلته قلقه، مش هيعرف بقى الموضوع ده، مش هيبان قوي يعني، طبيعي بقى نص الشعب قلق، فبالتالي عادي مفيش مشكله. بيتوتر بسرعه لو وراه حاجه، بيبقى مربوك ومتردد ومتوتر كل ده تمام. الشخص القلق ما ينفعش يقعد في قعده مزاج، بمعنى نقل مزاجهم بقى. بمعنى يعني تلاقي بعض الشباب يقول لك احنا قاعدين في قعده فيها مزاج. ايه نوع المزاج ده يا سيدي؟ قال لك خمور. تمام، قاعد في الصيف واصحابه قاعدين في المكان الفلاني وجايبين بقى كام ازازه خمر يشربوها، حلو، قاعدين في قعده وجايبين حشيش بيشربوه، قاعدين في قعده وجايبين حلو قوي كده، تعالى لي بقى كويس. لو كلهم طبعا هو المفروض الكل ما يشربش عشان دي مخدرات، بس مالناش دعوه بالمخدرات دلوقتي. لو الكل شرب انت ما تشربش. ليه انا ما اشربش؟ بعدين بقى لو هي حرام يا سيدي وفجاه طلعت انها حلال، ولو هي ممنوعه وفجاه طلعت مسموحه، حاسس ان هم حاطين له حاجه، انت الوحيد اللي ما تشربش. طب ليه ما اشربش؟ لان جين القلق اللي موجود عندك زائد، شوف زي الرياضه بالظبط، المخدر يساوي مرض الفصام العقلي. الشرب الناس اللي هتشرب دي هتعمل دماغ وتتبسط ولو مؤقتا، ماشي، ثم يتعبوا على المدى الطويل. طب انت بقى واحد جين القلق هيتفاعل مع المخدر وفجاه يعمل لي انفصام للعقل. يعني اذا انت ما تعرفش قوه جهازك العصبي اخباره ايه. حلو، فانت ما ينفعش ابدا تشرب مخدرات. طب دي رقم واحد. وممكن يكون احيانا هو ما يعرفش حاجه عن الكلام دوت، فلما شرب مره او مرتين او حتى ثلاثه ده حوله المريض فصام. يعني هم قاعدين بيهزروا وهو فجاه بدا يحس انه شاكك وفي حاجه غلط والناس، ويبدا فعلا يتحول لمريض فصام من القعده دي. كويس، خلاص، او بعدها بفتره. طيب في نقطه تانية، جه المريض والحمد لله بقى كويس والحمد لله اتعالج والدنيا ماشيه تمام جدا جدا ورجع كويس قوي، لو رجع شرب هيرجع تاني مريض فصام والعلاج كله كانه لم يكن. دي بنقولها للمرضى، مهمه قوي، انت مش هتشرب مدى الحياه. لذلك لو كان عندي مريض يعاني من الفصام واسرته جت معانا وقالت انا ابني مثلا عنده فصام وتم علاجه، لو بنقول لهم ده معروفه لازم يتعالج هنا من المخدرات، يعني يتعالج ادمان زائد فصام. طب ليه ده ما بيشربش فترات طويله؟ ده هم كانوا مرتين ثلاثه يا جماعه، ما هو برنامج للوقايه، لانه لو رجع شرب مره واحده وارد جدا ينتكس. واحنا بنتكلم ان انا لما بعالج مريض مش مجرد انه تعافى، لا، انا بعمل برنامج حمايه من الانتكاس، انا عايزه يعيش مدى الحياه كويس. ومش كل هفضل اديله دواء مدى الحياه، لا، مرحله وقتيه بس، ده الدوائي ده بيبقى مرحله وقتيه، والنفس بيبقى برنامج تدريبي خلص، الحمد لله على السلامه، مع الف سلامه، عيش حياتك بقى، انطلق، ده انت استاذ. فهي دي الفكره، ان في حاجات ممنوعه تماما، فمنها ان المخدر سبب رئيسي لتفاعل الجينات يؤدي للفصام، طبعا غير الجانب الوراثي. طيب يعني معنى كده ان معظم الناس او الشباب اللي بيتعاطى او بيشرب او بيعمل هو اكثر عرضه للموضوع جدا، واكثر التردد على العيادات بيبقوا غالبا من اللي هم شربوا مخدرات. نسبه كامله كام يا دكتور؟ يعني والله هو عشان الادمان دلوقتي منتشر بدرجات عاليه جدا ومختلف انواعه، فانت ما تعرفش تديله، يعني فيش دراسه عشان اقول النسبه دي، لازم اكون قارئ لعده دراسات مش دراسه واحده. وعندي ارقام محققه، لكن هي بنسب كبيره، خلينا نقول يعني النسب مش قليله بناء على الشغل اللي بشتغله في اكتر من مكان واكتر من عياده، فبالتالي انا شايف لا، النسب عاليه جدا، عاليه جدا. وخصوصا طبعا بعض المخدرات زي الاستروكس والفودو وما شابه اللي ظهروا بدات يخلي الموضوع اسرع بكتير. يعني قصه الفصام هنا او المرض العقلي اسرع بكتير، اسرع طبعا. لما كنا بنعمل حلقه عن الاستروكس قلت لهم مشكلته حاجه واحده، تشربه يجي لك صرع، تبطله يجي لك فصام. طب يعمل ايه؟ يعني هو بيشرب بيجي له صرع اثناء الشرب. طيب انت بتخليه يتعالج، فبتخلص تطلع المخدر من جسمه، كويس، بيكون تفاعل مع جينات جسمه قلبه لمريض فصامي. فتبدا تعالجه بعد الادمان من مرض الفصام. قصه صعبه. يعني هو المفتاح في الموضوع ده كله الحق من منين؟ يعني مثلا حد زي مدام مها اتصلت، تمام، هي المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ اول خطوه، طالما اكتشفت ان ابني تعبان، حتى لو بدا الدنيا تهدى، يعني ممكن يكون كان عالي قوي وبيعمل حاجات صعبه جدا وبعدين رجع يهدى شويه، بس لسه المرض موجود، لازم اروح واتابع مع دكتور ويقول لي الادويه اللي همشي عليها ويقول لي البرنامج النفسي. قد يكون مش محتاج لدواء، قد يكون، وده شيء كويس لو حاله كان هادي، لكن كان هيبقى محتاج تاهيل نفسي وبرنامج منع انتكاس. يعني ازاي اضمن ان طريقه المخ والافكار ماشيه كويس؟ لان احيانا المريض بيعمل خدعه، خد بالك، ما احنا معانا مرضى اذكياء، يعمل حاجه اسمها كابسوليشن، يعني يخزن كل الضلالات دي في كبسوله لانه شايف الناس اللي حواليه بدات تهدده.
انت لو ما بطلتش تقول الكلام ده هنحبسك. مثلا واحد اسره داخله عنيفه قوي او اي حد بيتعامل معاه بطريقه مش كويسه يعني. انت لو عملت كده فطبعا مع التهديد الكتير خايف يتكلم فيبقى عامل كابسوليشن ومخبي الميه الافكار جوه الكبسوله لنفسه. بص الذكاء بقى، انا المهدي المنتظر بس دول طبعا اعداء الدعوه فهمتني، او انا رئيس الجمهوريه بس دول كلهم جواسيس وبكره هقبض عليهم، وتفضل الفكره موجوده بس منتظره فرصه الطلوع. او انا شاكك في زوجتي، او انا شاكك في ولادي بس مستني الدليل فيفضل طول الوقت قاعد متربص ما بيعملش حاجه. بس طبعا هو مش سوي، يعني ايه مش سوي؟ يعني مش بيضحك ويهزر ويلعب الطبيعي، قاعد ساكت وطول الوقت بيبص للزوجه نظرات غريبه. طب هو عايز في حاجه؟ لا مفيش حاجه. هو مش هيقدر يقول ليه، هو مستني الادله وما عندوش حاجه يقدر يقولها، لانه عارف انه لو قال مثلا ممكن تكون اسره الزوجه اسره جديده ما تقبلش كلمه على بنتهم فهو عارف ان فما ينفعش اقول. تقول لي طب هو كده ذكي وبيقدر يقدر؟ هو بيقدر، لكن المعلومه اللي جواه غلط. المرض العقلي عشان الناس كانت فاهماه مجنون وبيقطع في شعره ويجري في الشارع، لا مفيش الكلام ده. المرض العقلي يا جماعه طريقه مش منطقيه في التفكير، مش منطقيه، مش منطقيه. فتقول هو ازاي بيفكر بالطريقه دي، ازاي بيقول الكلام ده؟ هو ده بالظبط المرض العقلي. بس طيب حدث المرض العقلي دي هو طريقه غير منطقيه في التفكير. تمام. المرض النفسي بقى، المرض النفسي ده هتلاقي كلنا دلوقتي كلنا مرضى نفسيين. تلاقي المرض النفسي انا قاعد ورايا امتحان عشان امتحان الثانويه العامه بقى، ولادنا في الثانويه العامه. طالما انا قاعد وعندي امتحان ثانويه عامه ومشدود جدا، بس الطبيعي ان الشده دي تخليني اقوم اعمل ايه؟ اذاكر. ما تخلينيش اضيع وقت. طب لو انا لقيت نفسي قاعد بعيط ومش عايز اخش الامتحان ومرعوب اخش الامتحان وخايف من الكورونا مع الامتحان مع المنهج مع الوزاره مع السنه دي مع الجيل اللي انا اتولدت فيه كله جه مع بعض وكل ده في دماغي لدرجه اني مش عارف اقرا، ده مرض نفسي. لدرجة ان اخش الامتحان انسى، ده مرض نفسي. اسمه ايه؟ القلق والتوتر. القلق والتوتر، القلق اللي بيجي البني ادم يخليه بيخاف، يخليه شاطر من الاوائل ومع ذلك عايز يلغي الامتحان ويأجل السنة دي. يبقى حاجة هتوقف مستقبلك برغم ان انت من الكفاءات. تمام؟ تمام. الخوف، مرض الخوف. طول عمر الناس بتركب الاسانسير طالع نازل. انا ما اقدرش اركبه. طب هتعمل ايه؟ هطلع 10 ادوار على رجلي بس مش هركبه. طب ليه مش عايز تركبه؟ ما الناس طالعه نازله فيه، ممكن يقع. دي الحاجات اللي فيها اللي يقول لك انا عندي فوبيا مثلا من فوبيا الاسانسير، فوبيا الطيران، فوبيا المرتفعات، ما يقدرش يطلع مكان عالي، لو بص يقول لك لا 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 ما اقدرش اطلع لا لا. وتلاقيه طب هو هنا اللي حصل ايه؟ حاطط فكره سلبيه وبدات الفكره تسيطر عليه وتمنعه من تنفيذ حياته بشكل طبيعي. حتى كنت اديهم مثال اقول لهم ايه؟ انت لو قابلك اسد هتخاف؟ يقول لك طبعا لازم اخاف. اقول له طب ليه الراجل اللي بينزل يصور لنا كده في القنوات بنشوفها نازل الغابه والعربيه بتاعته مفتوحه، يعني انا لو نزلوني الغابه اقول لك هات لي عربيه مصفحه مش هنزل بدي ده نازل بعربيه مفتوحه ما فيهاش اي تغطيه وقاعد مش ماسك سلاح ولا ده ماسك كاميرا عمال يصور، ازاي واقف وراه اسد وفي ظهره غزال وجنبه فيل؟ ازاي يعني بيعمل كده؟ كل ما هنالك انه ما عندوش الافكار اللي عندك انت. بالنسبه لك لو قلت لك تعالى نروح الغابه هي كل الافكار اللي جايه لك سلبيه، غابه يعني هنتاكل يعني هنضيع يعني كائنات متوحشه، ده الافكار السلبيه. طيب بما انك فكرت كده النتيجه خوف وفزع ورعب. الراجل اللي نزل بقى عمل ايه؟ نازل اولا هو فاهم طبيعه الحاجه اللي رايح لها، عارف امتى الاسد بيهجم، امتى الغزال بيهجم، دارس الحيوانات كويس جدا فمش قلقان. فنازل في ايده كاميرا وعارف كويس قوي ان مفيش حاجه ممكن تحصل انه دارسها. ده الفرق بين ان الاقي عيله رجالتها وستاتها بيقودوا السيرك واحنا قاعدين بره والقفص محطوط وقاعد عامل كده. صحيح. طب انت ليه خايف؟ ده اللي جوه ست وبتقود 10 اسود. ست. طريقه تفكير بتاعتها مختلفه تماما عنك. ده مرض الخوف. حلو دكتور. الامراض النفسيه كتير. طبعا. ولو قعدنا نتكلم طبعا اعدادها كبيره جدا. احنا طبعا هنتكلم في سلسله كبيره ان شاء الله يا رب باذن الله. شرفتنا في شويه صغيرين دول يا دكتور حبيبي. ان شاء الله على وعد الدكتور احمد ان شاء الله هيكون معانا في مرات ثانيه. هنبدا في سلسله متواصله من بعد الانفصام. انا ما اعرفش اذا كان هو احنا كده خلصنا الانفصام ولا لسه يعني، بس هو انا هيقول لي بعد الهواء القصه حبيبي في نهايه حلقتنا. بشكركم جدا وعلى وعد ان شاء الله باللقاء يوم الخميس الجاي وبرنامجكم القهوه. الى اللقاء.